محامي؟ انت هتبقى محامي؟ ده انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لمي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجة؟ اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على كبيره الكبيره بقى، وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لمح بعين كده، شفت سياده المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. لا قوي لا قوي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى، التانيين كلهم تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطري اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمة. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي. انحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ أنا بنت عروكة السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. شوف بقى ده بص طب ما محبش البرتقال. محبش ايه؟ المرتقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجالي اهي، خش قيس. وادي البروفة، خلي الأنسة تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. الأساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين دروستم يعني؟ في إيه؟ لا 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 يا عم أنا كلمتك تعالى تتخانق. أمال إيه طيب؟ الله، طب ما أنت أمك أنت اللي بتتخانق. بره 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 بره، لم علينا عبيدك يا رب. حكومة! حكومة! وفي عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ أنا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا إيه؟ يا نهوي إيه؟ الفلوس اللي شخص خطرتين، فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف فقال بتجيب جوزك سبع خفت يكونوا السنة واخر أمي. لا السنة منين هاف جيب أهو، بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج. انت ناكل نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي.
والراجل جايب الفزم من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. كده ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت في ضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن طفن طفن. ايه ده؟ طفونه يا بابا، طفونه. خد عفونه مش طفونه. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فرقة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسرهوش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الماظ يا لهوي، الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني ايه بقول اقول ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم يا بابا يعني لكم يا بابا. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي. ابنك مش محتاج لشيط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البوك. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس يا حلولي. اقول لك ايه؟ نشمة، نشمة زي النشمة. يعني ايه يا لمبي؟ الله، ايه اللي يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت، احنا هتطلعينا من الكونسول. على فكره انت قنيه مفتريه، او المصحف لو ربنا اداكي هتدوسي على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي، وليا مقتدريه. حجر عايزه يا نجم، عايزه يا بنت، عايزه انت، عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. تعالي. طب بالراحه، طب انت بره، طب بالراحه، طب بره، طب بالراحه، اصلا ما تعصبنيش انا بابو امي. والمصحف على عكسلك ده فوق. اقعد قعدنا، اتفضلي ارغى لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعتباطي ولا غيرش منه، ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده
ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجوزتي معي. لا نطلع النجم نطلع، انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,559,000. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص، بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول معيشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك، فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا لندي ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. وصل لك والله، انا عندي سرير بس ايه لازق في رجله جبل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم سراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا جدا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت، وده اللي هدف العنتابلي. أمرني الله الحبيبي. ربنا يخليك. الله يخليك. والنبي بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي، هل أنت كنت واقف مع الدكتور ألف لا بأس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان الف لا باس شروا عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ اه ده اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، انا عايز حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده 900 جنيه بالمشال؟ اه ده حلو قوي، ده انا جربته. حلو. انا جربت اه ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال؟ اه. طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟
والله انت ظريف جدا. ايوه ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. اصحى يا لمبي الساعة بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ على بكره. آه. خميس 22. ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جاي امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه. اه نجلاء نجلاء هو يا حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمال ابن اسمه. استنى 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 انت ايه اللي في وشك ده؟ ايه النضارة دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي. ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعية قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعة الوقعة من أسبوع. أنت كمان أسبوع؟ قول لي أنت كويس دلوقتي؟ لا أنا كويس. أنا كويس أه بس هو الأيام حصل فيها طب كده أهو مش عارف. طب بقول لك أه دكتور أبو شلاو شواف. إيه شواف. بقول لك أه دكتور شواف إديني العنوان بتاعك. ما أنت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه ولا مش عارفه قدام العنوان. انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع انا دلوقتي في البيت وطالع المستشفى. خد عنوان المستشفى تاني. الاستاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير. وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس. انا عايزك تهدى خالص. هذا ازاي ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا. انا ضاع في ازاي عاد وصور الاسبوع موجود على الموبايل. تقول لي ازاي الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها؟ عملت لك تربنه في المخ. والتربانة دي حلوة ولا ايه؟ يعني شوية لجلجة في مخك كده. لجلجة؟ ايه لجلجة دي؟ يعني تخليك تنسى أسبوع المصيف كله وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. مالها مراتك؟ ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجة. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والتيتيلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو ايه يا اسطى دكتور الحقني.
ده انا سلمت على اشرف السكرتير 7 مرات وحاسس ان عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه الله يخليك؟ اه والله ازيك يا اشرف عامل ايه؟